بالأمس سالت الدماء في أكثر من مكان، مزلقان موت عنوان بنستخدمه دائما وحنظل نستخدمه، مات فيه 7، حادثة بشعة على الطريق مات فيها 16 وأصيب 21. إلى متى ينتهي أو إلى متى يمكن أن نتخلص من نزيف الدماء على الأسفلت؟ هتسمعوا بقى من المسؤولين في النقل، سمعنا كلاما عجيبا، يعني احد المسؤولين بيقول اصله الطرق الوعره السيئه بتقلل من الحوادث، هو شايف كده لانها بتقلل من السرعه. طبعا اي طريق سيء هيزود الحوادث، واذا هذه العقليه يعني احنا نبوظ الطرق في مصر وتبقى الطرق ليست صالحه علشان نقلل من الحوادث، هذا المفهوم العجيب اللي بنسمعه من بعض المسؤولين هو اللي بيؤدي إلى إسالة المزيد من الدماء على الأسفلت. كنت مسافر انا واخويا الصغير وامي في العربيه، وجينا عند قبل البنزينه كده بحوالي نص كيلو، والشبوره نزلت فماشيين واحده واحده لان العربيه تركنت، ركننا وراها، نزلت انا من العربيه وقفت قدام العربيه عادي دقيقتين بالظبط، وليت عربيه الربع بقى كان ورانا، لقيت تريلا جايه بسرعه الريح شالت اللي ورايا وعجنتنا احنا في النص وحطت عربيه فوقينا. والله انا ما فاكر، لو كنت حاسب سرعه ولا كنت حاسب جري. فجاه الطريق وقف، عربيه التريلا جت من ورا داخله فيه. احنا راكبين عربيه ملاكي متوكلين على الله، الشبوره نزلت فجاه كده واحنا لابسين في عربيه، الشبوره ما خلتناش عرفنا الطريق ده من الطريق ده، في عربيات قابلتنا كده قلنا العربيات دي جايه عكس واحنا اللي ماشيين ايه عكس، اتفاجئنا بالعربيه لبسنا فيها. انا كنت راكب ورا، دخلت التريلا فيها، هبطت العربيه شقلبتها لقدام وراحت قلبها، ما دريتش بنفسي تاني بقى بعد كده. حصلت الحادثه في الكريمات، فابتدوا يجيبوا العربيات الاسعاف، ابتدوا يجيبوها على مستشفيتين، كانت المستشفى العام واحنا المستشفى الجامعي. اغلب الحاجات اللي كان فيها مشاكل طبيه كانت بتجيلنا احنا كمستشفى جامعي. استقبلنا 19 مصاب، 19 مصاب منهم 2 مصابين دخلوا العنايه المركزه، 3 مصابين تم حجزهم في قسم جراحه العظام، و3 مصابين تم حجزهم في قسم الجراحه العامه، وباقي المصابين تم اعجاجهم بالاستقبال، وجزء منهم كبير خرج باقي ال 19 مصاب. طيب تعالوا نشوف ده لقاء مع أحد الذين لقوا مصرعهم في هذا الحادث المؤلم، اللي علينا أن احنا نتأمل في تفاصيله كيف يمكن أن نتفادى حوادث بهذا الشكل. ده لقاء مع عائلتي. كان شغال في المطعم، ولد على 5 بنات، هو كان بيساعد في الشغل وساعد على محمد مات وانا كنت حلمانه بيه، حلمانه الهدوم مخرجه دم للكل، وانا داري استخبى في الناس محدش يعرفوش. اود عليك يا رب على الشاب اللي راح من ولادي يا رب. جينا قاعدين الاذعان ما راحش يشد بسرعه، لو رحت الاذعان شد بسرعه كان اخويا صح، اخويا ملهاش حقوق عايز عام. لو كان حد اي حد لعب محمد ما كانش مات، ده محمد اخويا ما كانش فيه خدش، المفروض كان تتعالج على طول وطلع، ما كانش فيه حاجه محمد. الاسعاف يا اخي ده ما فيش غير خدش انا ويموت، ويموت ده من الخرع من الخرع. يا باي اخويا لو يرجع، يا باي رجعوه. مين المسؤول عنه؟ الام اللي ماتت بولادها وتيتم ولادها الباقيين، مين المسؤول؟ شاب زي ده طالع يساعد ابوه الغلبان اللي هو يساعد معاه عشان رباية اخواته، طالع يشتغل ولاد
محمد جعل أربع بنات، محمد جعل أربع بنات كان أول فرحة محمد. ما فيش تأمين على طول خالص، ولا في إسعافات ولا في أي حاجة خالص. الإسعافات بعد راحت بعد ما مات خالص. كان رايح في ميكروباص ومحدش مهتم بالطريق، المفروض شبورة زي دي وقفوا الطريق، والمبرشمين اللي بيمشوا على الطريق بالكساحات والكلام ده المفروض يوقفوا الطريق ده. عيل لسه 17 18 سنة، ظروف الحياة هي اللي خلته قال لي خليه يطلع في وقت زي الساعة 7 على الشبورة. المحافظ بعد ما خلاص كل حاجة انتهت جايين الصبح بيمروا المرور في قفلة المرور، هيفيد ولي أمره هيفيد باشا المرور. طيب من لم يمت على الطريق أو في مزلقان موت هيموت في مستشفى بسبب الإهمال أو بسبب الحوادث. الحريق اللي أودى بحياة 4 في مستشفى الشروق في الأسكندرية، تعالوا نشوف التحقيق أولا وبعد كده نعمل مداخلات، لأنه هتلاقوا بعض شهود العيان بيقولوا أنه كانوا بيلقوا الأطفال اللي في الحضانات حتى يتم إنقاذهم. يعني وصلنا إلى هذه المأساة، وطبعا ما فيش عندك لا ضوابط تأمين، يعني ايا كانت بقى الاسباب المتعلقة بلماذا اشتعلت النار، ما فيش عندك اي ضوابط لتأمين المستشفيات او لتأمين بعض المؤسسات من الحرائق. جالنا الخبر هم موجودين هنا في المستشفى وميتين الثلاثة، بنتها وبنت اختنا ومرات ابن اختنا. كلمتنا بالليل إسراء عمالة تصرخ حريقة حريقة، واتحبسوا هم الثلاثة في الحمام مش عارفة تطلع ولا عارفة أي حاجة، لحد ما جت المطافي وطلعوهم. إسراء لحد ما جت هنا جاية فايقة، عطية هناك بتاع الكوفي الموبايل بتاعها قالت له خليه معاك، جت هنا قالوا لنا إسراء توفت يا بنتي، والدم طالع من مناخيرها وطالع من بقها. النار كانت جاية عليهم. الماسك الكهربائي عمل نار، ما الأطفال في الحضانات اتحرقت، أطفال لسه مولودة اتحرقت هنا، حريقة وبتصوت مش عارفة تعمل أي حاجة. الأطفال طالعة مسلوقة في جوه من الحضانات. على الساعة 6 الصبح المواد بدأ يتخنقوا، فاتصلت بالمدير مش شغالها، هي بتشتغل في مكان فاتصلت بالمدير، المدير نفسه لما قال إيه في إيه، قالت له أنا في المستشفى حاجة، إحنا بنموت دلوقتي، تعالى الحقنا إحنا بنموت. وبت راح من 25 سنة يا حبايبي، والثالثة برضه زيهم تقريبا يا حبايبي، والرابعة من القاهرة، والرابعة من القاهرة يا حبايبي، وأطفال في الحضانات ماتوا كلهم، أطفال في الحضانات محدش جاب سيرتهم. مطلوب بنتي الحقوني، قالت انقذونا الحقوني بنتي، قالت انقذونا بنتي، اتصل بصاحبتي. كل الأماكن دلوقتي بيبقى فيها لازم جرارة الحريق موجودة بتاعت المطافي، المستشفى ما فيهاش ولا واحد، مش اي حاجه، ما فيش حاجه خالص. على المصلي مثلا واحد بالحكومه، ده لو بحكومه بيخصوه دي فلوس، يعني فلوس واخدها، يعني بياخدوا يعني فلوس واخدها ايه تاني؟ يعني الواحد بيقول لك الحكومه بلاش، الرجال في الحكومه، الاهمال في الحكومه، كمان الخاصه ايه تاني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. المشكله في المستشفى ان هي مدخل واحد ومخرج واحد، ان هي عباره عن مبنى سكني، مدخل العمارة بيخش منه سكان وهم عاملين المستشفى مدخل خاص بيها، فهو مدخل واحد يعتبر مدخل، وهو المخرج وهو المدخل. فكانت المشكلة ان هم مش قادرين يسعفوا الناس، الأسعاف وصلت أو المطافي ما عرفوش يعملوا حاجة، ما فيش حاجة اتحلت غير لما بدأ الجيش يجيب السلالم وينزل الحالات من تحت. طبعا كان في طبعا أهالي تحت بالغطيان بتاعت العربيات، أطفال ممكن بتتحدف من فوق، وشباب الثالث والرابع والخامس خلاص النار بتطلع عليهم وهم مش عارفين يوصلوا للدور الثالث. الفكرة كلها التحريق بدأ من ماس من قسم الأشعة في الدور الثالث. إزاي مستشفى كبيرة زي دي ما فيهاش إلا مخرج واحد؟ مخرج واحد محدش عارف يخرج، الناس بقوا بينطوا من السادس من فوق من فوق. الله يكون في عون